بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء اللي راح نكمل فيه لقاءنا السابق. تحدثنا عن موضوع الكوفيلنت كومباوندز اند اورجانيك موليكيولز. راح نكمل اليوم في الجزئية الثالثة في هذه اليونت. نحكي فيها عن الجنرال بروبرتيز اوف كوفيلنت كومباوندز، يعني الخصائص العامة للمركبات التشاركية أو التساهمية. طبعا بشكل عام إحنا بنعرف يعني الإنسان والحيوانات بيصدر منها روائح، هذه الروائح مميزة بتميز كل شخص عن الآخر أو كل حيوان عن الآخر أو كل فاميلي عن الفاميلي الأخرى. هذه الروائح خاصة في الحيوانات، فإحنا لو لاحظنا إنه لو تم وضع خراف صغيرة، الحملات تاعت الخراف في حبس حب تم حبسها، هذا الخراف إحنا بعد فترة أطلقناها، فرح نلاقي الحملات هذه الصغيرة راحت كل واحدة لأمها. كيف راحت أو كيف عرفت أمها؟ بناء على الريحة، ريحة الأم في أنف الحملة الصغيرة، فبالتالي الحملة تعرفت على أمها من خلال الرائحة. بعض الحيوانات في فترة التزاوج كمان بتصدر روائح مميزة عشان يصير التعرف على بعض، عشان يتعرفوا على بعض فبيصدروا روائح تميزهم. يعني هذه الروائح احنا اللي بتصدر من الكائنات الحية هذه هي عبارة عن covalent compounds أو مركبات تساهمية أو تشاركية. هذه المركبات الروائح بيتم استخدامها عشان يتم التعرف على بعضها البعض. هذه الروائح احنا بنسميها pheromones، بنسميها pheromones كمصطلح، اسمها بتعبر عن هذه المركبات التشاركية اللي بتصدر الروائح أو المسببة لهذه الروائح، بنسميها pheromones. chemicals used to attract or repel people of the opposite sex. يعني بيتم استخدامها عشان يزيد التجاذب ما بين الحيوانات من الجنس الواحد، وفي نفس الوقت إذا كان الأجناس مختلفة بصير فيها تنافر. Small quantities are produced and can be blown over long distances. Even in very dilute quantities, their smell can be picked up. يعني هذه الروائح اللي بتصدرها الحيوانات بكميات صغيرة تستمر روائحها لفترات طويلة، وممكن تكون هذه الروائح مخففة وقليلة لكن بتضل ريحتها موجودة وفترة طويلة. هذه الروائح هي عبارة عن مركبات تساهمية. بالنسبة للعطور اللي بتم تصنيعها، تعتبر العطور اللي بتم تصنيعها هي تقليد للروائح الطبيعية. يعني مع العلم انه في يعني بشكل عام انه في الكائنات الحية في بتصدر روائح كريهة، وكمان في نفس الوقت انه في بتصدر روائح جيدة. هلا احنا بنحكي عن الروائح الجيدة اللي بتم تقليدها عشان يصدروا العطور. هذه العطور تقليد للروائح الذكية اللي بتصدر من الكائنات الحية، مثلا روائح الزهور. بعض الحيوانات اللي بتم تصنيع، مثلا عندك ريحة العنبر اللي بتم من الحوت، المسك من الغزال. فهذه روائح ذكية بتم تقليدها على شكل عطور من الصناعية. مثال على هذه العطور كاسم عندنا مثال ماسك فور مين، هذا بيتم تصنيعه أيضا من الكائنات الحية.
كمان عندنا الهوسبيتال سميلز، رائحة المستشفى. احنا بنقدر نميز انا لو فتت على مكان وشميت ريحة كحول ويود ومواد تعقيم وأدوية، بعرف اني انا فايت على مستشفى. حتى لو ما كان مثلا بيعرف، مجرد اني شميت هذه الريحة بعرف اني انا رايح على مركز صحي او مستشفى. اذا ريحة المستشفى بتتميز بانه في ريحة كحول ويود ومواد تعقيم وأدوية، هذه كلها عبارة عن covalent compounds floating in the air، منتشرة في الهواء وبتصل لأنفنا. إذا أول ميزة بتميز المركبات التساهمية إنه إلها ريحة مميزة، كل مركب نقدر نميز ريحته. الروائح الكريهة اللي بتنتج الهوربل سميلز from rotting materials، المخلفات، الأشياء التالفة، are also covalent molecules floating in the air. كمان هذه عبارة الروائح الكريهة، كمان هي عبارة عن مركبات تساهمية سهلة الانتشار في الهواء ريحتها. Where there is a smell, there are covalent molecules floating around. إذن أنا متى ما شميت ريحة كريهة أو ريحة حلوة ذكية جيدة، معناته إنه في عندي مركب تساهمي أو مركب تشاركي أو أنتج هذه الريحة. Some general physical properties of covalent molecules. عندي بعض الخواص الموجودة في المركبات التساهمية. Covalent bonds between atoms inside a molecule are very strong and a large amount of energy has to be put in to break them, such as burning or strong heat. However, the attraction between one covalent molecule and its neighbor is usually quite weak. معنى هذه الفقرة كلها اللي احنا قرأناها انه الروابط التساهمية الموجودة بين الذرات داخل الجزيء الواحد تكون strong، قوية، وهذه قوتها وقوة الترابط ما بين ذرات الجزيء الواحد تحتاج large amount من الطاقة، كمية كبيرة من الطاقة عشان يتم تكسيرها، مثل الحرق والحرارة المرتفعة والتسخين. لكن الروابط ما بين جزيء والجزيء الثاني بتكون ضعيفة، quite weak، يعني الروابط بين الجزيئات ضعيفة، لكن ذرات الجزيء الواحد بتكون الروابط قوية. مثلا عندي الخشب، عشان أفكك منه الكربون، الخشب بنمثل عليه كجزيء بيحتوي على كربون وأكسجين، أنا عشان أفكك الكربون والأكسجين الموجودات فيه أنا بحتاج إني أعرضه للحرق، بالتالي تفكيك ذرات الجزيء الواحد بيحتاج طاقة عالية لأن الروابط بين ذراته قوية جدا، بينما أنا لو بدي أفكك جزيئات عن بعضها طاقتها ضعيفة وقليلة. إذا هنا عندي كمثال الكربون دايوكسيد، عندي السي والأو كجزيء واحد الروابط فيهم قوية جدا، فبالتالي تحتاج لحرق عشان أفكك هذه الروابط، تحتاج طاقة عالية. بينما نشوف هنا الجزيء والجزيء الثاني، بنلاحظ إنه بالجزيء والجزيء الثاني سهل إني أفكك الروابط، لأنه عندي وما بيحتاج طاقة عالية لأنه الروابط بين الجزيء والجزيء ضعيفة جدا. تاني خاصية physical property موجودة معانا للكوفيلانت كومباوندز هي السوليوبيليتي. في قاعدة احنا بنعرفها انه الشبيه بيذيب شبيهه، يعني الكوفيلانت كومباوندز بتدوب في يعني معنى احنا بناخدها انه عندي المركبات القطبية بتدوب في المحاليل القطبية، المركبات العضوية بتدوب في المحاليل العضوية. احنا هنا بنحكي خاصية الـ covalent compounds are generally insoluble in water. الـ covalent compounds بشكل عام، المركبات التساهمية بشكل عام ما بتدوبش في المية، ما بتدوبش في المية، ولكن ممكن إنها تدوب في other covalent liquids like
oils or fat، يعني ممكن تدوب في مركبات أو محاليل أو سوائل تساهمية مثل الزيوت والدهون الشحوم البنزين والبروتين. تمام، إذا عندي احنا بنحكي انه الشبيه بدي بشبيهه، يعني الكوفيلانت كومباوندز ما بتدوبش الا في كوفيلانت ليكويدز او سولفانت، مذيبات تساهمية او تشاركية زي الزيوت والشحوم البنزين. لكن لكل قاعدة شواذ، وشاذية هذه القاعدة تكمن في انه احنا بنحكي بشكل عام جنرالي الكوفالنت كومباوندز المركبات التساهمية أو المركبات التشاركية ما بتدوبش في المية، insoluble in water، ولكن في بعض المركبات التساهمية نجدها إنها بتدوب في المية. إذا حكينا بشكل عام إنه المركبات التساهمية بتدوب في محاليل تساهمية أو covalent liquids، لكن إنه في بعض المركبات التساهمية بنلاقيها إنها بتدوب في المية، مثال عليها الإيثانول. إيش السبب؟ إنه بعض هذه المركبات تكون انضافت عليها جزئية القطبية كمجموعة الهيدروكسيل، هذه مجموعة الهيدروكسيل أكسبت الإيثانول القطبية اللي بتمكنه إنه يدوب في المية. هذا هو السبب اللي خلى بعض المركبات التساهمية تدوب في الماء. إذا المركبات التساهمية تدوب في المركبات التساهمية، مثلا الزيت أنا بقدر أدوبه في البنزين. طيب نرجع نحكي الكاركترستيك شيبس، ونكمل حديثنا عن الكاركترستيك شيبس and bond angles within covalent molecules. هنا اللي رح نحكي عنه، رح نحكي عن أشكال هذه المركبات التساهمية كيف بتكون الزوايا في الروابط بين أو داخل الجزيء التساهمي. All covalent bonds have their own characteristic bond angle، يعني كل المركبات التساهمية الروابط فيها لها characteristic bond angles معينة. This influences the shape of any covalent molecules، وهذا الشكل هو اللي تتميز فيه هذه المركبات العضوية. The molecules can freely twist about any single bond. For example, carbon مع الكربون، الهيدروجين مع الهيدروجين، الكربون مع الهيدروجين، الأكسجين مع الهيدروجين، هدول بتكون الروابط single bond.
بينما الدبل بوندز موجودة بين الكربون والأكسجين والكربون والكربون. هلا احنا عندنا الزوايا الانجلز، عندنا 3 زوايا بتشكل المركبات العضوية اللي احنا بنحكي عنها، العضوية التساهمية. الزاوية الأولى 109.5، 109.5 هذه موجودة في الزوايا اللي فيها الرابطة التساهمية، للمركبات اللي فيها الرابطة التساهمية أحادية. في هذه بنلاقي عندنا الزاوية حوالين الرابطة الأحادية 109.5، يعني ذرات ماخذة حوالين الرابطة زاوية 109.5، هذه غالبا بيكون شكلها هرم رباعي. بينما المركبات اللي بتكون فيها رابطة ثنائية زي السي مع الأو، الزاوية لحوالين هذه الرابطة للذرات اللي حوالين الرابطة بتكون 120 درجة، 120 درجة. إذا عندي هنا الزاوية للمركبات اللي فيها الرابطة سنجل بوند بتكون 109.5، تعطينا شكل هرم رباعي، بينما الزاوية للمركبات اللي بتحتوي رابطة ثنائية بتعطيني شكل بلانر مستوي، بتكون الزاوية فيها 120 درجة. 180 درجة لما يكون عندي المركب في رابطتين ثنائيتين، عندي two double bonds، أو إذا كانت الرابطة ثلاثية. طيب احنا بنحكي انه المركبات الحيوية هي عبارة عن مركبات عضوية موجودة في أجسامنا. أشكال هذه المركبات هو طبعا الشكل اللي بيحدد وظيفة هذه المركبات الحيوية. هذا الشكل اللي موجود كمثال على هذه الأشكال، شكل الـ DNA. يبدو أنه في خلل غير مضاف في السلايد. بالنسبة لشكل الـ DNA، شكل الـ DNA هو سبايرال حلزوني. الـ DNA احنا بنعرفه هو عبارة عن المادة الوراثية الموجودة في أجسامنا، شكله سبايرال شيب حلزوني. بيكون الترابط في الـ DNA موجود بشكل قوي، يعني مرتبط بشكل قوي ومتين. الشكل الحلزوني هو شكل منحني بيخلي ذرات اللي موجودة في الـ DNA متباعدة بأقصى حد، بحيث إنها تجعل الجزيء هذا أو الـ DNA حر الحركة في الفراغ، وبنفس الوقت ما يصير اختلاط للذرات ما بين بعضها وما يصير تنافر. إذا الشكل الحلزوني للـ DNA مهيأ على أنه يكون منحني في تباعد لأقصى حد ما بين الذرات، مما يجعل المركب حر أو الجزيء حر الحركة في الفراغ، وبنفس الوقت ذراته ما بتختلط وبتعمل تنافر. الشكل الحلزوني هذا بيعطي حرية حركة، بيعطي أقل مساحة ممكنة للـ DNA، مع إنه حلزوني بيعطي أقل مساحة ممكنة. فبالتالي بنلاحظ ليش إحنا بنحكي بيعطي أقل مساحة ممكنة، لأنه الـ DNA هو عبارة عن حجمه كبير. الحجم الكبير هذا بيشغل حيز من الخلية، بالتالي لما يكون حلزوني راح ياخد مساحة أقل في الخلية. إذا إحنا بدنا نعرف إنه المركب شكله، شكل المركب هو اللي بيحدد وظيفة هذا المركب داخل الخلايا.
نيجي لهذه الجزئية. نسم كوفالنت بوندز with slight ionic character. بعض المركبات تأخذ جزئية ال ionic character. The majority of the OH bonds don't ionize and none of the other C مع ال H أو C مع الأكسجين. Bonds of ethanoic acid dissociate to form ions. It is the small amount of H plus ions that gives vinegar its sharp taste. بعض المركبات العضوية، طبعا هنا بنحكي انه بعض المركبات العضوية بتاخد خاصية المركبات الأيونية. بنعرف الكوفيلانت كومباوند اهم خصائصها انها ما بتدوب في المية ولكن بتدوب في مركبات تساهمية، الا استثناء حكينا انه بنلاقي بعض المركبات التساهمية أو العضوية بتدوب في الماء. مثال عليها الإيثانويك أسيد أو بمعنى إنها اللي تاخد أو بتصير هذه المركبات قطبية، يعني قابلة إنها تدوب في الماء. مثال حكينا عليها هي الإيثانول. الإيثانويك أسيد هو الخل الفينيجر. الإيثانول إيش اللي بخليه يدوب في المية؟ حكينا هي الرسمة اللي فوق عنا. الإيثانول إيش اللي بخليه يدوب في المية؟ اللي بخليه يدوب في المية هو وجود الهيدروكسيل جروب. الهيدروكسيل جروب ال OH هذه أعطته خاصية القطبية مما جعله يذوب في الماء. الإيثانويك أسيد أو الأسيتيك أسيد حمض الخليك، هو اللي بيتم استخدامه طبعا في البيوت. طبعا موجود في مجموعة ال OH أيضا، بالتالي جعلته إنه يذوب في الماء. احنا بنعرف انه الروابط بين الكربون والهيدروجين هي روابط تساهمية، وهذا موجود المركبات العضوية تتكون من الكربون والهيدروجين، فبالتالي هي ما بتدوب غير قطبية، ما بتدوب في المياه. لكن الارتباط الـ OH فيها هان كالأسيتيك أسيد جعلته قطبي، بالتالي خلته يدوب في المياه، بالتالي بيتفكك وبيعطوني أو بيعطيني هذا الأسيتيك أسيد. لما يتفكك في المية بيعطيني بوزيتيف تشارج أيون اللي هو الهيدروجين. ففي هذه الحالة أي مركب بيتفكك وبيعطيني اتش بلس بنسميه أسيد، بنسميه أسيد. وهذه الأسيدتي بتعطي طعم حامض للمحلول، عشان هيك بتعطينا طعم حامض. الأسيتيك أسيد لو دمناه بنلاقي طعمه حامضي، لكن باقي الروابط الموجودة فيه ما بتتفكك. يعني اللي بيتفكك الرابطة ما بين الـ O والـ H، ولكن باقي الروابط في الجزيء ما بتتفكك. Double bonded carbon compounds or unsaturated carbon bonds. في إحنا المركبات العضوية في منها مركبات مشبعة، في منها مركبات غير مشبعة. مركبات مشبعة saturated، بينما المركبات غير المشبعة unsaturated. متى بكون مشبع ومتى بكون غير مشبع؟ احنا لما نحكي مشبع يعني بنحكي انه الروابط اللي في المركب كلها عبارة عن روابط أحادية، ولكن لما بحكي unsaturated يعني الروابط الموجودة في المركب في عندي مش كلها أحادية، في عندي رابطة ثنائية اما واحدة او اكتر. هذه الحالة أنا بعتبره unsaturated. حوالين الرابطة الثنائية عنا لما يكون عندي رابطتين ثنائيتين حكينا إنه الزاوية بتكون 180 درجة. Another example of a compound containing double carbon to carbon bonds is the molecule ethene. الإيثين طبعا بتعرفوا إنه هو بيتكون من double bond بين الكربونة والكربونة. This molecule is flat يعني بياخد شكل planar
مستوي وزاويته 120 درجة. حكينا انه الروابط التساهمية الثنائية اذا كان المركب بيحتوي على رابطة تساهمية ثنائية بتكون الزاوية في 120 درجة وشكله بلانر، لكن اذا كان بيحتوي على رابطتين ثنائيتين زي ما شفنا قبل شوي بين السي والاو، رابطتين ثنائيتين، تكون الزاوية 180 درجة. الكربون كربون بوند كانت تويست اراوند ذا دبل بوند، يعني ما بصير فيها غير مش حرة الحركة في هذه الحالة. وبتكون so the arrangement is quite rigid، صعب انه يصير تشكيل حوالين الرابطة للذرات. صعب اذا عندنا الرابطة الثنائية بين الكربون والكربون بتجعل المركب rigid، صلب، ما في اي سهولة حركة للذرات حواليه. However, gives the molecule a point of vulnerability for chemical attack. هذا الخاص طبعا وجود هذا الخاصية الريجيد وال counter twist around the وجود الدبل بوند تجعل المركب vulnerability يعني نشط كيميائيا، تخليه نشط انه سهل على هذا. طبعا المركب بيكون في الرابطة الثنائية مشدود ريجيد، فهذه الخاصية بتخليه نشط كيميائيا، بالتالي النشاط الكيميائي هذا ناتج عن الرابطة الضعيفة الموجودة فيه. بينما الزاوية اللي بتكون 109.5 في المركبات اللي بتحتوي على روابط أحادية جاست، يعني فقط روابط أحادية فيها، فبيكون النشاط الكيميائي له أقل لأنه بيكون المركب مرتاح ومشبع. هذا الكلام اللي حكيناه. أنا زي ما حكينا إنه الـ angle distorted from the natural angle 109.5 but a great strain in on the carbon-carbon bond. حكينا it is these positions that are the weakest links in the molecule. إذا المركبات اللي بتحتوي على زاوية 120 بتكون الرابطة في ثنائية، رابطة ثنائية واحدة، وبتكون الرابطة في ضعيفة، وضعف الرابطة هذا بتخليه غير مرتاح مشدود، فبالتالي بيكون نشط كيميائيا عشان يصل لحالة الراحة هذه. لكن المركبات اللي فيها 109.5 تكون فيها روابط أحادية، تكون مرتاحة، وبتكون أقل نشاط كيميائي. كمان المركبات اللي بتكون فيها رابطتين ثنائيتين زي الكربون دايوكسيد أو دبل بوند مع مربوطة مع السي، عندنا دبل بوند مع الأو كمان، يعني 2O فيما مربوطين مع السي بدبل بوند، بتكون الزاوية فيهم 180 درجة. في هذه الحالة كمان بتكون المركب مشدود بيحتاج للراحة، فهو يعتبر نشط كيميائي. opening up double bonds in ethene، كيف أنا ممكن أكسر الروابط أو الرابطة الثنائية مثلا في الإيثين؟ عادة بيتم تكسير الروابط الثنائية تحت حرارة أو وجود كاتاليست محفز عشان أحصل أحوله من إيثين لإيثان. أول طريقة هي عملية البلمرة البوليمرايزيشن، بيتم تكسير الروابط الثنائية الموجودة في الإيثين وربط مركبات تانية مع بعضها، يعني إيثين مع إيثين مع إيثين، بتم تكسير الدبل بوند بتم ربط الإيثين موليكيولز مع بعض. تجميع الجزيئات مع بعض هذه أنا بسميها بوليمر. بولي معناها مني، عديد، بولي إيثين
يعني عندي او بوليثين، عندي بوليمر من الايثين، يعني ايثين مع ايثين مع ايثين تم ربطهم، تم تكسير الروابط الثنائية وعمل rejoin up to form chains، تم عمل سلسلة من الجزيء هذا، فنتج عندي بولي ايثين او بولي ثين. طيب مثال البلاستيك بينتج من بولي من تعداد او من عملية البوليمرايزيشن للإيثان، when a monomer like ethan joins to itself، يعني ارتبط إيثان مع إيثان، the process is called addition، عملية إضافة بنسميها البوليمرايزيشن. إذن عملية البوليمرايزيشن هنا للإيثين، تكس عندي أكثر من جزيء من الإيثين، بصير تكسير للروابط الثنائية وارتباطها مع بعضها البعض، وبالتالي بينتج عندي بوليمر موليكيول بنسميه بولي ايثين او بوليثين. البوند بعد هيك طبعا كانت في الرابطة الثنائية، كنا نحكي 120 درجة، هيك بتتحول للرابطة الى 109.5. اذا اول طريقة البوليمرايزيشن. ثاني طريقة هي عملية الهيدروجينيشن، عملية إضافة هيدروجين للمركب في وجود كاتاليست، يعني لازم يكون في كاتاليست عشان يصير عملية، أو وجود كاتاليست عملت عندي هيدروجينيشن للأنساتوريتد موليكيول للمركب وللجزيء غير المشبع. إذا عندي هنا عملية إضافة هيدروجين للجزيء غير المشبع، يعني الجزيء اللي بيحتوي على رابطة ثنائية، بصير فيها تحويل من 120 درجة ل 109.5. هذه الحالة احنا بنستخدمها في تحويل الزيوت النباتية إلى سمنة، لما بنحول الزيوت النباتية إلى سمنة بصير لها هيدروجينيشن، فبينتج عندي السمنة. Some further compounds of carbon. Compounds of carbon and hydrogen together with oxygen and nitrogen make up almost 100% of the compounds in the cells of our bodies. إذا عندنا احنا حكينا إنه العناصر الأساسية الموجودة في المركبات الحيوية داخل أجسامنا كربون، هيدروجين، أكسجين، ونيتروجين. هذه المركبات الأساسية بتشكل عندي 100% من المركبات الموجودة في الخلايا في أجسامنا. في النهاية إحنا بدون كربون ما بنقدر نعيش، إذن بدون هذه العناصر ما بنكون موجودين. في عناصر ثانية، لكن هي هذا هي عبارة عن العناصر الأساسية. العناصر الثانية هذيك إضافة مضافة لإلها. Where does it all come from؟ من وين احنا بنحصل على هذه العناصر الأساسية؟ Is recycled to use to us via foods. Green plants obtain their carbon from the carbon dioxide in the air. Without carbon we would not exist. إذا عندي it is recycled to us via foods. احنا بنتناول الطعام بناكل، فإحنا بنحصل على هذه العناصر الأساسية من خلال الأكل، من الطعام. هذه العناصر بنحصل عليها إما من مصادر الطعام الحيوانية أو مصادر الطعام النباتية. لكن بيحكي لنا الجرين بلانتس النباتات بتحصل على الكربون من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الهواء، يعني من خلال عملية البناء الضوئي. إحنا بنعرف من خلال عملية النبات بيمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي وبيقوم بصنع غذائه بنفسه. بهذه الحالة السبب اللي بيخلينا نسمي النبات ذات التغذية، وبالتالي بيقوم بعملية الفوتوسينثيسيس اللي هي عملية البناء الضوئي. لكن الحيوانات والإنسان ما غير ذات التغذية ما بيقوم بتصنيع غذائه بنفسه، فبيعتمد على الطعام عشان يحصل على العناصر الأساسية. عملية البناء الضوئي اللي بيتم فيها النبات، إنه النبات بياخد الأكسجين والمية وبيعطينا
وبيمتص ضوء الشمس فبيعطينا بعد هيك سكر و سكر أكسجين. آسف، لا نرجع شوي. تمام. إذا عندنا عملية الفوتوسينثيسيس، إنه نبات بيحصل على ثاني أكسيد الكربون، على طاقة الشمس، على المية، وبيعطينا سكر وأكسجين. هلا السكر اللي بينتج من النبات اللي بناكله، والأكسجين اللي بينتج من النبات احنا بنحصل عليه، بنعمل عملية أكسيديشن للجلوكوز في أجسامنا in our body cells. عملية أكسدة للكربوهيدرات مثال عليها الجلوكوز في أجسامنا، وبينتج من عملية الأكسيديشن هذه للجلوكوز كربون دايوكسيد ووتر. إذا عندنا إحنا لما بنتناول السكر أو الكربوهيدرات مثل على السكر الجلوكوز، بصير عملية أكسيديشن، إحنا بنحصل على الأكسجين وبنحصل على السكر، بيعطينا بعد هيك إحنا المية وثاني بننتج يعني مية وثاني أكسيد الكربون. The majority of glucose molecule, for instance, react in the following way when they give out energy. هذه المعادلة بتميز أو بتبين لنا الأكسيديشن للكربوهيدرات. عندنا مثال الجلوكوز في وجود الأكسجين بيعطي ثاني أكسيد الكربون ومية وإنرجي. هذه الإنرجي إحنا بنستخدمها في أجسامنا، الطاقة اللي بنستخدمها في أجسامنا عشان نقوم بالعمليات الحيوية والنشاطات اليومية. من الأمثلة على المركبات اللي بنحصل من خلالها على الكربون، عندنا الكربون مونوكسيد. هذا الكربون مونوكسيد اللي هو غاز أول أكسيد الكربون، بيتم تصنيعه بسمول كوانتيتيز في أجسامنا موجود، when sugars are oxidized to give energy. كمان بنحصل عليه من عمليات حرق الفحم. هذا الغاز سام جدا، إذا تم الحصول عليه بكميات كبيرة بيأثر على الدماغ، خاصة على الخلايا اللي control long term memory، في خلايا الدماغ اللي بتتحكم بالذاكرة طويلة الأمد. سميته بتظهر من خلال أنه بيرتبط بالهيموجلوبين الدم، فبيمنع ارتباط، متى ما ارتبطه بالهيموجلوبين بيمنع ارتباط الأكسجين، وبالتالي احنا بنعرف الدماغ بيعتمد على الأكسجين بكمية كبيرة، ونقص الأكسجين بيخلي الخلايا والدماغ ما يتغذى بشكل جيد بالأكسجين، ما في أكسجين ما في شغل، وبالتالي بتفقد قدرتها على العمل. فبينتج الكربون مونوكسيد من عمليات حرق الفحم. فمثلا لو حطينا حرقنا تم حرق الفحم في غرفة مغلقة، فهذا إذا ما تم إنقاذ الحالات فبيسبب موت الخلايا، ممكن يسبب الموت. Its complete function in other parts of the body is still being researched. يعني إنه التأثيرات على الخلايا الثانية أو أجزاء ثانية، تأثيرات جديدة الكربون مونوكسيد لا زالت تحت البحث، لكن أهم تأثير إحنا تعرفنا عليه إنه هو بيأثر على خلايا الدماغ. شكرا كتير.